هسيبكم يا جماعة مع كواليس عيد ميلادي بدون حذف على الطبيعة خالص. ما تنسوش تعملوا لي متابعة ولايك. طب صوري يا كيكي تي لو ار يو ولا اتكلم معاك. تحط عليها على اسمي دي اخد صفر. مرة حط عليها اسمي عشان استنى نصور. الكيكة دي انا اللي عاملاها. اللي عايز يشوف طريقتها هنزلها على اليوتيوب. لا يا بارد بيتك مش كده. ما بنصورش كده. لا فكرة ماما انت بوظتيها الاول كانت احلى. غلط هي غلط يا ماما. هي ماما انت بوظتيها. التورته يا جماعه انا اللي عاملاها، التورته بالاوريو والتورته برضو بالكريمه، ودي الكنافه برضو انا عملتها بس حمشتها شويه الوش، بس كان طعمها حلو. الكنافه البرمه اللي عايز الطريقه بقى يكتب لي، هبقى انزل لكم فيديو كده عشان في ناس كتير قوي احنا عايزين نشوف طريقه الكيكه وانت بتعمليها. هنزل لكم فيديو في طريقه التورته بالكريمه والتورته برضو بالاوريو. على فكرة أنا بصور، أنا بصور. يا بنت انا مش بشتري، انت هتتزاي فين بقى ان شاء الله؟ لا لا ده انا عارضه. ده هيتشال عادي، ده لسه صغير. مين فوق يا انت عارف مين عارف تتعامل معاك؟ انا مش شايف اللي روحي تبارك ايدي، روحي تبارك ايدي. بصي يا بابا مش راضي تروح اهي، قلت لك روحي ايدي انت 3 مرات.
عايزه اغنى عيد ميلاد جنب. يلا انا بصور. وتوتا كمان مش راضي تظهر في عيد الميلاد. واحمد هتيجي هتيجي انا جلوه ولا ايه؟ هجيبك يا شريف، هجيبك جنة. خلاص ده كل واحد في سوقه. ها فين دول قاعدين بتعملوا ايه؟ كل سنة وانتم طيبين يا جماعة. وهنا بقى كنت عمالة اتصور عشان انزل الصور على الانستا وعشان اعمل كمان صورة مصغرة. قولولي ايه رأيكم في عيد ميلادي. وكنت عازمة بقى اولاد اخواتي بس هما مش كلهم يعني اللي موجودين جنبي لاني ما كانش في وقت وما عملتش حاجات كتير. يعني انا عملت تورتتين وعملت كنافة بس. كنت عايزة اعمل حاجات كتير بس بصراحة ما كانش في وقت لاني كان عندنا فرح وكنا لسه جايين من الفرح، كنا مسافرين ولسه جايين فما لحقتش اعمل حاجات كتير. وده عيد ميلاد بسيط بقى على قدي. قوليلي ايه رايكم في عيد ميلادي وكل سنه وانتم طيبين. وكمان كل سنه وانتم طيبين عشان شهر رمضان. مش عارفه الفيديو بصراحه ينزل امتى، لو نزل في رمضان عشان عيد ميلادي قبل رمضان بكام يوم فاعرفوا ان انا عملت عيد ميلادي.